فيش هما 3 دقايق او اقل من كده. فيظبطوا العلاقه ما بين المريض بالظبط. المهم ان انت تعمل الموجود بالامكانيات اللي عندك باحسن طريقه ممكنه. أيوة. ولا تهملها. وبعدين دور المجتمع المدني بقى ده مهم جدا. ايه بقى دور المجتمع المدني ده؟ انت ما عندكش وقت كمقدم الصحه والمستشفيات ما عندهاش وقت. انت بتحط لجنه او مجموعه من المجتمع المدني تساعدك زي ما انا شغاله في الموضوع. أيوة. ده بقى لي 25 سنه. احنا ما بنتصيدش اخطاء المستشفيات ولا الدكاتره، انما احنا بنساعد هذه الاداره على ان نشوف الحاجات اللي فيها بعض المشاكل ونقعد سوا بنحلها. هو ده المفهوم. انت مش هتقدر تعمل كل حاجه ولازم عندك عين خارجيه تقول لك ده صح وده غلط. وبعدين نتفاهم ونقدر نلاقي حلول مع بعضنا. مش هتقدر تشتغل لوحدك. لا المريض هيشتغل لوحده ولا انت يا مقدم الصحه هتعرف تشتغل لوحدك. صحيح. لازم يبقى في شراكه. في الحاله دي بتتواصلوا مع السلطه التنفيذيه؟ ده لازم تواصل. لازم، لان وزارة. المنظومه كلها شبكه في بعضها. يعني انت مش هتقدري تقدمي علاج امن ولا كويس الا مع مريض يعني متعاون معاكي ومعبر عن رايه وبيتكلم بصراحه من غير خوف. لان ساعات يقول لك انا طبعا عشرت الكلام ده كله في مستشفيات الجامعيه. الست تبقى جايه من المحافظات وكده تقول لك لا احسن لو انا اتكلمت الدكتور هيعمل كذا ولا يقول لي كذا. لا شيلي هذا الخوف. في برضه في علاقه بثقافتنا في التعامل. اكيد اكيد. شيلي هذا الخوف. التعامل مع المريض طبعا ومع الطبيب طبعا. شيلي هذا الخوف وعبري عن اللي انت عايزاه عشان الدكتور يساعدك. هيديكي علاج امن اكتر لو انت وبعدين الحاجه الثانيه كمان الحقيقه انا كنت سعيده جدا. الدكتور خالد عبد الغفار انا قابلته من يومين علشان برضو اعرض عليه موضوع المجلس القومي لسلامه المرضى ويبقى فيه هذا العنصر من المجتمع المدني. ويعمل تدريب لمجموعه من المتطوعين ويقوم بمساهمه مع مقدم الخدمه مستشفيات الجمهوريه كلها في كل مستشفى. حلو. عشان نقدر يعني نقدم سيستم. المشروع كامل متكامل عند حضرتك؟ المشروع موجود بس. والدكتور الحقيقه خالد متعاون جدا ولقيت عنده نفس الحماس انه يعمل هذا. هايل. وعايز يعمله وانا كنت سعيده بهذا جدا. هايل. لان احنا متاخرين عن العالم شويه في هذا الموضوع. العالم عامل ده اللي حضرتك طرحتيه على السعوديه عامله ده. عامله ايه بقى؟ بنجاح جدا. عامله المجلس القومي الاعلى مثلا لسلامه المرضى. السويد عامله، الدنمارك عامله، امريكا بدات تعمل. لا في لازم في الحاله دي بقى استاذه نجوى بتبقى اللينك ما بينكم ما بين الطرفين ازاي؟ هل هيبقى في تواجد في المستشفيات؟ هل هيبقى في سوشيال ميديا؟ يعني اقصد السعوديه عامله ازاي؟ الدنمارك حضرتك بتقولي عاملاه، دول كتيره عاملاه، ماشيين بشكل عملي، وايه اللي يمشي معانا يمكن اكتر؟ ما هو طبعا كل حاجه بتخضع لظروف البلد وثقافتها وتقبلك ومستوى التعليم. يعني احنا دايما بنحط مستوى التعليم في الموضوع. عشان كده المجتمع المدني مهم. انت عندك نسبه اميه وكتير قوي من الستات، او لان انا بشتغل في النساء وفي المسنين وفي كذا حاجه. فما بيعرفوش يقروا ويكتب. انت المجتمع هتساعدي مقدم الخدمه طبعا. بيبقى في تواصل مع وسائل الاعلام. يبقى في تواصل مع الادارات. يبقى في تواصل مع اي حاجه تساعد على انك تدي للمريض امان وتدي للمريض علاج آمن من غير أخطاء. وفي نقطة تانية بقى عايزين نتعلم كلنا ثقافة إن لما تحصل خطأ. الأخطاء واردة جدا، بس في خطأ غصب عنك وفي خطأ إهمال. أيوة طبعا. الخطأ الغصب عنك بنقبله، لكن الخطأ من الإهمال مفروض ما نقبلوش ونتكلم عنه كويس. أيوة. وما نخبيهوش. أيوة. ويبقى من حق المريض أنه نطلع عليه. أيوة. عشان ما يحصلش تاني. يعني أنت عايزة ما تحصلش الكلام ده تاني. ولا حد يطلع لو حصل الكارثة أو حصل بيطلع إعاقة ولا يطلع ولا في المستشفى في العمليات يعملوا جنب غير الجنب. أيوة. بالغلط، حد يقع من على السرير. في كده بروتوكول مخصوص للعمليات بتاع الصحة العالمية. أيوة. قبل وبعد العمليات. برضو أنا عايزة المستشفيات برضو تهتم بالموضوع ده شوية. أيوة. مش هياخد وقت يا جماعة. بس هيقلل كتير من الإصابات. من الإصابات. وبعدين هيحل مقدم الصحة من إن هم يعانوا من بعض تأنيب الضمير لو حصل حاجة أو إن هم ما نجحوش. صحيح. في حاجة. ده كله هيساعدهم. صحيح. هم أحيانا الكبير بيبقى عندهم عذر. لهم مين؟ للاثنين. ما هو عشان